وصفات تزيل علامات تقدم في السن، تؤخر علامات الشيخوخة، تزيل الخطوط التعبيرية، تفتح اللون، تزيل آثار الإسمرار الناتج عن الإهمال، تسقل الوجه، تعطيك نظارة وتوهج وصفاء للوجه. فيه مقشر ووصفات طبيعية للبشرة من أجل التخلص من جميع مشاكلها من بقع وكلف وتجاعيد وخطوط دقيقة، تعطيكم نظارة تجعل البشرة تلمع كالزجاج. مكونات هذه الوصفات موجودة في المطبخ، تابعوني أخواتي خطوة خطوة. لصنع روتين التمر للبشرة نحتاج أولا إلى تقشير الوجه. نحتاج إلى الأرز العادي المتواجد عندك، اطحنه أو اشتريه جاهز مطحون. الأرز مطحون نعصر عليه القليل من عصير ليمون الحامض أو عصير البرتقال حسب نوع بشرتكم. إذا كانت بشرتكم تتحسس من الليمون الحامض استبدلوه بعصير البرتقال أو زيت جوز الهند. بإمكانكم إضافة ملعقتين من الماء. الأرز يعتبر مضاد للأكسدة، مزيل للتجاعيد، لعلامات التقدم في السن، يفتح للون، مزيل للتصبغات والكلف وبقع البشرة. هذا المقشر استعملوه مرتين في الأسبوع. على بشرة نظيفة طبقوا المقشر على كل الوجه، ابتعدوا عن دائرة العينين، استعملوه على الرقبة، صالح حتى للجسم. اعملوا مساج دائري بفرك بسيط بعكس اتجاه الجاذبية. ثم اغسلوا البشرة بالماء الدافي واستعملوا الماسك. ننتقل الآن إلى مرحلة الماسك. نحتاج إلى التمر. التمر له خصائص ممتازة في مكافحة علامات الشيخوخة، كما أنه مع الإضافات المناسبة له يعطي تفتيح للون وإزالة للبقع والتصبغات الناتجة عن الإهمال والإسمرار بعد التعرض الكثير لأشعة الشمس. حبات التمر نقوم بإزالة النواة منها، نضيف لها الماء الساخن، نتركها في الماء الساخن هكذا لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بهرسها. نضيف لها القليل من الحليب، أي نوع حليب عندك ضيفي القليل منه. لصنع الخلطة الأولى نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من التمر الذي هرسناه مع الماء والحليب. نضيف الروب الطبيعي، الياغورت الطبيعي، دانون مسوس. إذا كان متوفر عندكم العسل الطبيعي الأصلي ضيفوا ملعقة، إذا كان غير متوفر عندكم استغنوا عنه. لكن الأخوات اللي يتوفر عندهم العسل يضيفوه، هو ممتاز، هو مضاد للبكتيريا طبيعي، مرطب للبشرة الجافة ومزيل لدهون البشرة الدهنية. العسل يحتاج إلى مادة يتفاعل معها لأنه منقي. بعد هذاك المقشر طبقوه على بشرة نظيفة. يطبق هذا الماسك على كل البشرة، على الوجه، على دائرة العينين وعلى الرقبة. يترك لمدة 20 دقيقة. أزلوه بلطف واغسلوا البشرة بالماء الدافي وكرروا العملية بالماء البارد ورشوا التونر، ماء الورد أو رشوا أي نوع تونر خاص بكم أو أحد أنواع التونر اللي عملناها في القناة. نترك لكم الرابط في صندوق الوصف.
يكرر الماسك هذا يوم إيه ويوم لا، أو 3 مرات في الأسبوع أو مرتين حسب نوع البشرة. إذا كانت البشرة دهنية بإمكانها إضافة قطرات من عصير ليمون الحامض. هي اختيارات وماسكات، وكل واحدة تستعمل الماسك المناسب لها. ننتقل الآن إلى الماسك الموالي. نضع القليل من خليط التمر والحليب، نضيف له نشاء الذرة، الكورن فلاور، المايزينا، ونجمع المكونات بالزبادي الطبيعي، هي غرطة الطبيعي، دانون مسوس أو الحليب، أو بإمكانكم استعمال لبن الرائب أو الرائب. بعد هذاك المقشر اللي عملناه في بداية الفيديو يطبق هذا الماسك. اتركوه لمدة 20 دقيقة. ازيلوه بلطف بعد ذلك بفك بسيط دائري. اغسلوا البشرة بالماء الدافي وكرروا العملية بالماء البارد، ورشوا التونر المناسب لكم المتواجد عندكم او احد انواع التونر المتواجدة في صندوق الوصف او ماء الورد. بامكانكم الاحتفاظ بالماسك في الثلاجة ل3 استعمالات. استعمله 3 مرات في الأسبوع أو يوم إيه ويوم لا أو مرتين في الأسبوع. ننتقل الآن إلى الاختيار الموالي. خليط التمر المهروس، نضيف له صفار البيض، بإمكانكم وضع هذا القناع كما هو. بإمكانكم أن تدعموه بزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الورد. بإمكانكم أن تدعموه بالعسل. إذا توفرت عندكم هذه المكونات ضيفوا منها. طبقوه على بشرة نظيفة، ابتعدوا عن دائرة العينين، اتركوه لمدة 20 دقيقة. أزيلوه بلطف، اغسلوا البشرة بالماء الدافي وكرروا العملية بالماء البارد، ورشوا التونر أو ماء الورد ورطبوا بعد ذلك. الماسك هذا خاص بالبشرة الجافة خصوصا. ننتقل الآن إلى الاختيار الأخير. خليط التمر المهروس، نضيف له ملعقة من دقيق المخبوزات لنعمل به البيتزا، الحلويات، لافاغين، الفارينة، دقيق أبيض رطب جدا، الطحين يمكن في الدول العربية يسمونه. ضيفوا ملعقة من زيت جوز الهند. نصف ملعقة من الحليب المجفف. اجمعوا المكونات بالزبادي الطبيعي أو بماء الورد أو بالماء. يطبق على بشرة نظيفة، اتركوه على الوجه كامل، ابتعدوا عن دائرة العينين، ضعوه على الرقبة ايضا، اتركوه لمدة 25 دقيقة. ازيلوه بلطف بماء دافي وكرروا العملية بماء بارد لقفل المسام، ورشوا ماء الورد او احد انواع التونر المتواجدة عندكم، ورطبوا بكريمكم المرطب او الكريم المرطب الموجود الرابط في صندوق الوصف. الماسك هذا كرروه مرتين في الاسبوع حتى 3، هو ممتاز. كل هذه الوصفات أهم عنصر فيها هو التمر، لكن استخداماته مختلفة بمكونات مختلفة وإضافات مختلفة. وصفات تزيل علامات تقدم في السن، تؤخر علامات الشيخوخة، تزيل الخطوط التعبيرية، تفتح اللون، تزيل آثار الإسمرار الناتج عن الإهمال، تسقل الوجه، تعطيك نظارة وتوهج وصفاء للوجه. نشكركم أخواتي على الدعم، نشكركم على الثقة، نشكركم على التواجد الجميل في قنواتي الاثنين، وأهلا وسهلا بكل من أنضم إلى قنواتي من كل أنحاء العالم. أهلا وسهلا، شكرا بزاف بزاف، وإلى اللقاء. سلام.